بسم الله الرحمن الرحيم. كيوم علاء البشيري فنان زين دين النظر. نشتي النهار نفغ باش نسغوي انت المستشفى السرطان دين دين النظر. الخرجه هي توغت يعني امي موت ميس عنتي وكتا يعني ذو ما كتا زكما وعيش غاكي في اللحظات ني امي توغي تعذب امي توغي تعيش الحياه تقسح وتغادي سي غزاور هذه الجن من غير فاميليا الناس ديني داز دين ظن دي مدوكر الناس ونشتي نهارا نوسد باش نسخوي وتجيبو باش نسخوي دي الدولة ولكن باش نسخوي هذا غوشن من تتاوه ونخصبو شان حاجة نغني من غير مستشفى لعلاج السرطان دي مدينة النغ ديني يتصن حوايج ناس زوثنت باش بالاخص ناس زو مستشفى لعلاج السرطان. حاليا العائلة ينوث قضاب عن يوذان سي المرضى ولكن نصر الدين تغادي جن الشاب عماس منوى انه هذه السرطان وذيك سي الزينة ونتمنى ان شاء الله زي مسؤولين هذا خسرن وشكرا. تحية عالية للموقع زيو سي سي اللي كيواكب معنا اليوم هاد التظاهرة. اليوم خروجنا كان من أجل مطلب اللي هو بسيط، مركز إحداث مركز السرطان. أنا كنقول مركز مطلب بسيط لأنه من بين المطالب كلها كنطلبوا بهذا المطلب هذا وكنركزوا عليه. كما كتشوفوا أن الإحصائيات كتدل على أن الإصابة بهذا المرض اللي هو الكونسير المرض الخبيث الفتاك كيتزاد نهار بعد نهار، وأن الحالة الوفيات يوميا عندنا حالة وفيات في هذه المنطقة الريفية. فماشي احنا كنميزوا المنطقة الريفية على المناطق الأخرى، إنما هذا المركز هو أولى، المنطقة هي أولى لإحداث هذا المركز هذا، لأن كما كتعرفوا أن الدولة الإسبانية اللي قصفنا ديجا بهذا الغاز الكيماوي اللي هو اللي كيتسمى بإيبيريتا، فالشيء اللي خلى أن المنطقة كانت فيها عدد كبير من مرضى السرطان. فاليوم كنخرجوا كندوا كنأكدوا على هذا المركز ضروري من إحداث مركز هذا المطلب لا رجوع فيه. كما كتشوفوا معنا هنايا كل واحد هنا غتلقاه مشى له الوالي ديالو أو الوالدة ديالو أو الأخ ديالو أو الأخت ديالو، فكلنا مشاريع لهذا المرض هذا الخبيث. وشكرا لكم لأنكم واكبتوا معنا وتحية لكم، كنتمنى دائما تكونوا معنا لغاية إحداث هذا المركز هذا وشكرا. كار زيو سيتي يحضر كيف نغذي التظاهرة يا الحضارية اللي نجم التظاهرة مهمة جدا ما مش لاحظ غنرش لأنه ديج المطلب حقيقة ذا قديم ماشي النهار هو أنه إيجاد مستشفى لعلاج والوقاية من السرطان مهم جدا ما يملي أنه مطلب جماهيري أول لعدة اعتبارات. أولا ديني البعد الجغرافي المدينة نغفي قوش وجداد قوش الحسيمة، ثم ان العدد المصابين ذي السرطان ذي النظر او ذي الريف دريوش ذي الريف عدد لا يستهل به عدد انقال، وبالتالي ضروره التفكير ذي بناء مستشفى. حقيقه اخ من بناء مستشفى يتطلب التصل الامور، يتطلب الموارد البشريه، يتطلب تجهيزات، يتطلب التصل بجهودات، ولكن ذي الامكانيات دائما قاضي الامكانيات. الان تغادي نجن تفكير ذاك تسقى من سنوات منذ تغادي التفكير في بناء ما يسمى بمركز القرب لعلاج السرطان، مركز القرب لعلاج السرطان ودايس بوقامات يعني دايس لاشيميو اساسا لعلاج لاشيميو الادويه النصائح ما يسمى كذلك التشخيص المبكر عن طريق ماموغرافي موجود الفكريه موجوده. وضروري المركز يخصني داخل المستشفى لانه ممكن يدير انعكاسات تكدس لا شيميو، ممكن يدير انعكاسات يتطلب غاكيري لا غيانيماسيون غاكيري دمان غاكيري. اذا واوفين بول قطعه داخل المستشفى الحسني للسلم المستشفى الحسني ليش المستشفى صافي انتهى امره يخص المستشفى نكسنان بلا المستشفى جديد. الان تغادي نجي الوعد معالي وزير الصحه السابق من اجل بناء مدينه صحية. ما معنى مدينة صحية؟ أنه ذا اسم مجموعة تخصصات جميع التخصصات لأنه خصنا 16 هكتار 16 هكتار نفيد، خاصة أنه السيد المندوب الإقليمي الدكتور الهواري الله يجازيه بخير كاج المجهود ذا مقرر حمادية بثمواثة بتنسيق مع السلطات المحلية ذي المجلس البلدي للسروال وفي ثمواث ذا 16 هكتار خايب ذا ليس خدمن. وتغاديني وعد زي السيد الوزير السابق بانه داخل المستشفى يدير مستشفى السرطان لانه ضروري للمعلومه باش يكون هذا
باش يكون هذا المستشفى ديال السرطان. علاش؟ لان ما غاديش يتطلب بزاف ديال الفلوس، لان ملي غيكون الداخل ممكن نبنيو فيه جناح خاص للنساء، جناح خاص للرجال، للاطفال، فيه الناس اللي مرض بالسرطان، فيه الناس ديال الليماتولوجي، فيه الناس اللي تيديروا لا شيميو لا غاديو ثيرابي. هذا الشيء شويه بشويه غادي يكبر حتى يولي مستشفى مستقل. ثم داخل المستشفى كاين لا ريانيماسيون، كاين لا غاديو، كاين اذا كاين امكانيات. ثم كاين لي زانترفونون، لان خصك تدخل هنا وزاره الصحه، يدخل مؤسسات لاله سلمى اللي تتعطي اهميه بزاف، المجلس الاقليمي، المجلس الجهوي، يدخلوا كاملين باش يعاونوا، لان كاين الفلوس ماشي ما كاينوش الا التعاونوا هادو. ثم غيديروه داخل المستشفى، ومن بعد اما يكبر افقيا ولا عموديا، يعني كاين امكانيه 16 هكتار. اذا المطلب اعتبره مطلب ضروري، مطلب وخصنا، لانه لا يعقل انه نضوا وغاسيتيري المستشفيا خاصه من جاو مني فيني انه دي سيمانه يمكن هذا الزمن يجي المركز دا مزيان قناس للعلاج يعني النهاري، يعني قال بانه ويسمو الاسيرات بنا ندير المستشفى غالبا سيمانه ديوسين هذه اللي شان حاجه. السيد المندوب يتكجل المجهود هذا مقرر على اساس على الاقل التفتاوين ضد الدواء زي وجد ذاني ثلاثه تعالج ما يسمى بلي فوتوي تغيمال تقل لا شيميو تقل الادويه السمينويه يمكن يسبدا سيمانايا، ولكن الشيمي ونخصبو مركز البروكسيميتي هو ديج الحل جزئي، ولكن الحل الحقيقي هو بناء مستشفى داخل مستشفى غابنا المتعدد التخصصات او ما يسمى بالمدينه الصحيه ذي سروان. تيجا مهم، وانا على يقين الميساج يهوض، وسياسه القرب بنت على سياسه القرب التي يريدها صاحب الجلاله نصره الله بنت على هي ايجاد مستشفيات قريبه من المواطنين وذين امكانيات ماديه ذين العقار. اذا ما هو مطالب؟ فقط الاراده، ثم انه وزاره الصحه تلتمس تلتقط المطالب حما تنجز المستشفيا، لان ضروري خاصه المنطقه ينسيت بانه ذي 16 جاو مني اللي كا ذي 16 الحالات، وبالتالي فقط يجب الاراده. ومناوية اظن بانه لو ميساج وصل، اذا مطالب التقط الميساج انويا بروغريسيفمون غانغيري ايش المطلب، وجو سوي سير بانه غادي فوق وثق هذا هو ايش نوازل دم قران ماريني دفان الموقعية الرائع زيو سيتي ما مشيت ورا من هارا ايجو مرقين نغنيت ايجو المحطة نغنيت محطة نضالية من اجل التعبير على هو تعبير جماهيري تعبير الساكنة ككل من اجل مطلب حساس مطلب حيوي مطلب حياة او موت، لان ساكنة كثيرة تعاني من هذا المرض، وتقريبا اي اسره الا وغسي الجن يهرش السريرشايا. لذلك شينتا الجهات المسؤوله من اعلى سلطه على انه يجب الالتفات لهذا الريف باش اذنه مستشفى لمعالجه هذا المرض الخبيث، هذا المرض اللعين، لانه ومن زمن يعني من عهد الاستعمار الاسباني الذي ابتلى هذه الارض بالاسلحه الكيماويه حينما كان يحارب البطل والامير المجاهد عبد الكريم الخطابي ورجالاته زير وقتي اني والريف الحسيمان الدريوش نضع يعاني بكثير من هذا المرض الخبيث. الان عده محطات تقوم زي سمغارين دايزن مناضلين بغير لون سياسي وباطياف مختلفه يوحدهم هذا المطلب هذا. لذلك ندق ابواب السلطات والجهات المسؤوله من اعلى سلطه في البلاد باش هذا سنيني على انه ان الاوان باش اتنفتح مخرف هذا استبق من المطالب، لان المطالب تؤخذ ولا تعطى، وين الطلب بطرق سلميه بطرق ناضجه جدا وبطرق حضاريه. لذلك يجب الالتفات لهذه المطالب عوض ان ينعت الريف على انه انفصالي وعلى انه غير وطني وعلى انه مجموعه من 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 الكلمات الخسيسه الكلمات الخبيثه جدا التي تلصق باهل الريف واهل الريف منها براء. لذلك نتتا زل وجين تتا ويجي المطلب حيوي من المطالب الساكنه انا الريف ما مشدش نغنضه الدريوش دري حسيمه. المطلب على انه المستشفى مستشفى ضروري سواء نهاران يخفيو الشا اديري وحتى مرا الجهات المسؤوله
تبلع الجنس على أساس أنه لا تلتفت لهذه المطالب، سيظل أهل الريف يطالبون إلى أن تتحقق مطالبهم، لأن المطالب تؤخذ ولا تعطى، وتؤخذ الدنيا غلابة. نشينوان تتاشا ولسنا انفصاليين، نقاري سوق ممنغ، نقاري سير سنغ، نقاري بكل اللغات على أنه نشين لسنا انفصاليين، ولكن من حقنا أن طالب. يعني كيف يعقل أن مجموعة من المطالب تتحقق في جهات مختلفة من الوطن إلا الريف؟ ما يمي أهل الريف من مكان أذتان نغط طلب نشين المطالب إلا التهم جاهزة، انفصالي، غير وطني، الخوانة إلى آخره، كلام فارغ ما مشي قال المصريين. لذلك ستوب، نقرس نشفى شفاء، كفى هذا التهريج وهذا الكلام. استمعنا كلمات والحري زي برلمانيين ومن وزراء ومن رؤساء حكومة على أنهم يلفقون التهم لأهل الريف، وأهل الريف شرفاء شرفاء ومناضلين وسيظلون هكذا. شكا غطاس ساكنة النضر مرة أخرى خرجت للشارع وخرجت غاضبة، لأنه من العام اللي فات اللي خرجنا حتى لدابا عشرات بل مئات ديال الأحباب ديالنا ماتوا بسبب السرطان. ساكنة النضر غاضبة وغاضبة بشدة. هذا ميساج المسؤولين، أن مول الغضب ما كاينش سلمية. السلام عليكم. سنة بعد سنة، شهور بعد شهور، ونحن نعاني مع مرض سرطان اللاعين. أحبابنا ينقصون يوم بعد يوم، أحياؤنا انقرضت فيه الشيوخ بسبب هذا المرض اللاعين. ومع الأسف لا أدان صاغية ولا مسؤولون لهم رغبة في إنشاء مركز السرطان. لهذا أقول أن أبناء الريف وأبناء النظور خاصة مصممون على رفع التحدي والمطالبة بحقوقنا إلى أقصى درجة، ولن نتراجع إلى حين تحقيق هذا المطلب العلاجي. مشينا قنقيج الحالة وتعجيب شها لهندين تان النظار واش محمانه كلشي مانا يبنا المسؤولين، كلشي مانا يبنا المسؤولين. عيم اذا غجن شينا تنقلها جي صار الرباط ني غير الدار البيضاء ني غير اروينه نشي كلشي غنغدا نشيني وشيني المغرب وتجيبوا المغرب اذا غيمشن. والصراحه مزيانه هي ثمان غد شغري كواراتاس قاع 20 سنه شين ضفار منايا نقراس نهار هذه الشعه مع انت تالزوم هذه السلطان النغ بالدم الرؤساء المجالس الجماعات وين هنا بالدم الشغرا نوم واخا نشي الشغرا ينكاقا ويكواري يماني قا غير فهمي لي نخور شن زمانيا مش غاك ما قد مني قد تعاوني ثن ولكن خو نشي نتراجع هذه يري الشغرا قا عامني عذون صغويخ منايا عامني عذون قا صغويخ منايا ونتمنى الزاو من المسؤولين النغ تبدل خيضان نوم وفوز كفوس قا خو نشي نوحل وغنسقوي ومي غنشكا ومي غنشتا ايوا قاخو نش غنقوى مان نشتاي سي ضاربي نشتاي الخالق الله ان شاء الله الرساله المسؤولين ناقص كواجينا السوار يكون السوار اكيد وما المسؤولين نوم بهد بخيضان نوم يلا نكوز كوز انا حنسقسي يا بريده يا ثما يا السماء اني غعاود قنشينا قنغدي الخارج قنغ كلشي اللي تما راه قاين تغانغ وتجيب هذاك السكان راه حنغوجد انا حنربط انا حاد الدار البيضاء باش نكيش نسي 2 مليون 3 مليون. السلام عليكم اهل المغرب. غاريح الناس هرج لي السرطان خصادف دازمغ محال اني ذا سبيطان علاج السرطان اني تقن السرطان يا ادعونا يعني تقن العالجان تقن الدواء وينات زعما تشافين كل اهل اني تقن غاسن السرطان غاسن كلشي وشكرا. مسؤوله ناعسه كامله المسؤوليه ديالنا ناس كلشي عارفين كلشي باين دابا كلشي باين كنطلبوا من الكبار ومن المسؤولين يديروا المجهود ديالهم وكاين الله تعالى حنا ضايعين بزاف عندنا الجمعيه ديال الادمان ما كيجيبوا لينا الدواء ما كيجيبوا لينا حتى حاجه انا بهذا الشيء الدوله عقداتني وعندي الوثائق ديالي عندي كلشي مرضاتنا قسنا القرعة صاحبي الريف الغارق ضايع بزاف والله يرحم الوالدين خصنا يكمل لنا وتوقفوا معنا
ونطلبوا رب الله تعالى يوقفوا. حنا ما كنظلموش المسؤولين زعما، كنظلموا هادوك الصغار هما اللي كيبداو في الفعايل. وشكرا وسمحوا لينا وما بغينا غير حقنا ان شاء الله. نشكر زيو سيتي على هاد التغطيه ديال هاد الشكل النضالي. طبعا حنا جينا من مدينه زيو لمدينه الناظور باش نشاركوا في هاد الوقفه المطالبه بميناء مستشفى لعلاج مرض السرطان. طبعا هاد المرض اللي يعني كيفتك بالساكنه ديال الاقليم وديال منطقه الريف على العموم. هاد الساكنه هادي يعني اللي كتعاني منذ عقود بهاد المرض. المرضى كيعانيوا من معاناه تنقل المدن، يعني المدن بعيده المسافات طويله لهما للاهل ديالهم. طبعا بالاضافه للتكاليف اللي كتصاحب هذا التنقل المستمر. طبعا المطالبه ديالنا بالمستشفى طبعا هو كشعار عارض كيخفي من وراه العديد من الرسائل اللي بغينا نوجهها للحكومه. هاد الرسائل اللي فيها استغراب من الصمت المطبق حول هذا الملف اللي كيتعلق بحياه فئه يعني كبيره وشريحه عريضه من المواطنين اللي كيمثلوا تقريبا 60 حتى 80% من نسبه المرضى بهذا المرض على الصعيد الوطني. هذا الصمت اللي كيتجلى في عدم القيام باي دراسات من اجل تحديد المسؤوليات حول انتشار هذا الداء بهذه المنطقه على الخصوص. طبعا احنا كنعرفوا ان هناك اصابع اتهام بشكل مباشر يعني الحرب الريف اللي كان خلالها تم استعمال غازات سامه ضد المقاومه الريفيه. الغازات يعني اللي اهلكت الحرثة والنسل وكنشوفوا مازال يعني الاثار والمخلفه ديالها لحد الان. فاحنا كنتسائلوا كنطرحوا سؤال كبير، فاذا كانت يعني الحياه ديال المواطنين والحق في الحياه اللي هو اسمى حق في الوجود ما كيهمش يعني المسؤولين ديالنا والحكومات المتعاقبه، فاحنا كنقولوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وانا لله وانا اليه راجعون.